أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امروز روز جمعه است، سوره جمعه را ان شاء الله میخوانیم در حرم مطهر امام حسین علیه السلام به نیابت همه اموات، پدران، مادران، مخصوصا نیابت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، که یک روزی ما هم در به امامت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف نماز جمعه که اون وقت واجب می شود اقامه بکنیم ان شاء الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين فلا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقون صدق الله العلي العظيم.